تخيلوا معايا ثاني قصة اللي عييت ما نقلب وما لقيتش لها بداية، اللي تقدر تخليكم تاخذوا فكرة على شنو غادي يكون في حكاية مونيا. مونيا الإنسانة الهادئة اللي كتحكي لي القصة ديال الزواج ديالها، واللي كانت كتظن بلي انها غادي تعيشها كيف ما هي حلمات، ولكن تخدعات بالمظهر. ورغم انه ربي عطاها مجموعه من الانذارات في فتره ما قبل الزواج، لكن كانوا عينيها مسدودين حتى غادي تكتشف ما لم يكن في الحسبان. هنا لقيت لكم دخله ناضيه، ما بقى لي والو نقول لكم لكمل هذه القصه. المهم نتوما بقاو معايا باش تسمعوا التفاصيل باش انكم تستافدوا. يا الحميقات اللي مازال مادين يديهم للحنه، وحتى العقيزات اللي مراهمش يشوفوا بنات ولادهم بحال بناتهم. وسلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه احوالكم طيبه. مرحبا بكم في قناتكم المفضله سلامي ليك، ان شاء الله تكونوا مزيان بخير وعلى خير واموركم هنيه واحوالكم طيبه. شوفوا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، سمحوا لي بزاف على الباك جراوند اللي عندي ناشف من اللور، كل مره شنو كنحط لكم فيه. راني يلاه رحلت لداري جديده ويلاه كنأتت كل شيء من الزيرو، غير قبلوا عليا بيد ما انني قديت لكم شي كوان اللي يكون زوين ويليق باعينكم وبالحكايه اللي تنقدم لكم. فخليني نبعث لكم تحية من أينما أنتم كتابعوني، الجالية اللي ساكنة خارج المغرب من كندا، سبقت لأنه في الحكاية نتاع أول البارح شفت واحد الكومنتير، من فرنسا، من بلجيكا، من أوروبا عامة، من أينما راكم كتابعوني. وكنحيي بزاف المتابعين ديالي اللي ساكنين في المغرب، اللي ساكنين في جميع انحاء المملكه. شكرا بزاف لانه خليتوا هذه القناه تدخل للشاشات ديالكم، لا الصغيره ولا الكبيره، تدخل القاع ديال بيوتكم. شاركوني مع الكبير ومع الصغير، واهم حاجه انكم تستافدوا من المحتوى اللي كنعطيكم وكيزيد بكم للقدام. شكرا لكم بزاف بزاف. فقبل ما غادي نبداو في حكايه الليله، ما كرهتكمش انكم لتحت تضغطوا على زر الاعجاب، ما تكلفكم حتى شي مجهود، ولكن كيف تنقول لكم تيدير معايا واحد الفرق اللي هو كبير، وانكم صافي هادشي اللي كاين. طلب جد بسيط، خير من تعطلش لكم اكثر. نقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا مونيا، قصه ولا بزاف، ولكن غادي نعطيكم اللي هو غادي يكون عبره. الطفوله ديالي دازت بخير وعلى خير، طفوله اللي كانت عاديه كمعظم الاطفال، ما فيها لا مشاكل ولا حتى شي حاجه. عشت وسط عائله اللي هي محافظه، كتعرف ما بينها وما بين مولانا، ما كتأذي حد ما كتظلم حد. ربي سبحانه عطانا قناعه بمتوسطه الدخل، فعلا ما عندناش وما خصناش، ولكن عايشين بخير ولله الحمد. من بعد ما قريت وشديت الباك ديالي، غادي نخدم في مدرسه اللي هي خصوصيه، والوالد ديالي غادي توفى بحادثه السير. كانت القضيه صراحه قاسحه علينا، لكن تقبلناها، لا اعتراض على قضاء الله. دازت مده، وهنا فين غادي نتعرف على واحد الشاب عن طريق واحد من الاصدقاء ديالي اللي دوالي عليه، على اساس بلي انه انا انسانه الله يعمرها دار اذا كان هو ناوي زعما المعقول. هاد الشاب غادي يمشي عند راجل اختي اللي دوا معاه، وقال لي شنو كاين وشنو كاين. قال لي اسمع سي فلان، انا غادي نعطيك نمرته تفاهم معاها، اذا مزيان الله يتاويكم الخير، اذا لا الله يسهل على كل واحد فيكم. داكشي اللي كاين عطاه النمره وعيط ليا، وكان كيبان لي بلي انه انسان محترم، ما فيهش قوة الهضره، كيخاف الله، صلت وقتها ويعطيك الاحاديث يسكتك بهم. انا كنت نقول الحمد لله ربي عطاني انسان تيخاف مولانا، فانا ما عندي ما نخاف معاه. التعارف ما مطولش مده اللي كانت طويله، كنا كنتلاقاو غير مره في الاسبوع، حيت على حساب الخدمه ديالي وحتى الخدمه ديالو ما كانش عندنا الوقت اصلا باش اننا نتلاقاو، واخا كنا في نفس المدينه وكنا قراب، كنا على تواصل بالتليفون يوميا. القصه ديالي غادي تبدا معاه في 2016 فين تعرفنا، من بعد 6 شهور غادي نتزوجوا. فتره الخطوبه قبل ما يجي والديه كان قال لي بلي انه حتى شي حد ما يحضر من غير خواتاتك، نسى وانتي والام ديالك، لكن ما يمكنش لي انا ما نعيطش على رجال اختي وعماتي ورجالهم وعمامي اللي كنا ساكنين معاهم في دار وحده. هو رفض. انا في هذا الوقت ربي كان كيعطيني علامات وما كنتش حل عليهم عيني بلي انه راه هذا السيد مونيا راه ما يصلح ليكش. انا مشيت قلتها لدارنا، قالوا لي كيفاش هذا بغى يفرض عليك هذا الشيء كامل، حنا راه ساكنين في دار وحده مع دار عمك، علاش حتى ما غاديش يحضروا؟ كان خاصني نراضي الخواطر من الجهتين باش كلشي يدوز بسلام. قلت عرفتي شنو، غادي نسمح في حقي وغادي نقنع دارنا باللي شنو كاين، غادي نعيط لواحد اختي اللي غادي تعطيني حل. عيطت لي انا وياه وقالت لي راه ما يمكنش هادشي اللي كتقول السي فلان، عمنا راه بمثابه الاب ديالنا وضروري ومؤكد الحضور ديالو، ورجالتنا راه خوتها الكبار ضروري الوجود ديال هاد الناس لانها يتيمه الاب. قنعناه حتى شحفنا وما يجيو عائلته وعائلتي تلاقاو. المهم دازت ديك الفتره نتاع الخطوبه، من بعد غادي يدوي ليا واحد النهار، صوته ما كانش هو هذاك،
قلت يمكن الا كان ناعس. ما رديتش بالبال بلي انه هاد السيد كان دايخ بالخمر. احتفاتو شلا احداث اللي غادي نشارككم في القصه عاد انا فقط. المهم تمت الامور على خير، وكان ديما تيقول للراجل اختي راه خاصنا نزربو شي شويه العرس حيت شهر 8 وشهر 7 كتكثر عندي الخدمه، وانا ما تنساليش ما تنحكش اصلا راسي، والوقت راه عندي مشارجي. كان ديما كيعطينا اعذار باش انه يدوز كلشي بالزربه، ولكن هو انا ذاك ماشي الخدمه اللي كانت مزرباه، ولكن كان خايف لا شي واحد يجي يقول لي ما تزوجيش بيه حيت التفاصيل غادي تعرفوها من بعد. المهم تزوجنا في شهر 6، شهر 7 سافرنا 11 ايام. ملي رجعنا السيد غادي يحبط في الدار وما بقاش مازال باغي يخرج. اذا كاع مشى الخدمه كانت يجلس فيها ساعتين ولا ثلاثه ديال السوايع ويعاود يجي تيجري راجع. كان مره يمشي كان مره لا. غادي تدوز 4 شهور وغادي نتلاقى راسي باللي انني حامله. اكبر خطا درت، ولكن كانت نعمه. فهاد الفتره بديت كنكتشف بلي انا هاد الانسان اللي انا تزوجت به غير سوي، فيه الشكوك، ما تيبغي حتى شي حد انه يزورني، شي حيح لدرجه اللي هي كبيره. كنت نقول ماشي مشكل لانه انا دابا واحله في راسي، بغيت غير حملتي تدوز على خير. تنحاول انني نتفادى وندير راسي بلي انني ما كنشوف ما كنسمع، وكنخلي السفينه تمشي بما لا تشتهيه رياحي. درت 6 شهور ديال الحماله وبداو كينوضوا المشاكل، بمعنى ما بقاش باغي لا يسير ولا يتسخر، ما يعطيني فلوس وما يخليني نمشي الحمام. ناض مشكل كبير ودويت على حقي، قلت لي خاصك تحمل المسؤوليه فلان، ماشي هادشي علاش اتفقنا من الاول، لانه انا دابا الفلوس اللي كنت مخبيهم قبل الزواج سالو ليا، لانه كل مره كنت كنجبد شويه باش كنصير، واللي احتاجيتها كنت نهزها من عندي، وعمرني تجرأت نقول ليه ارى، علما انه شخص كان ربي ميسرها عليه. لكن فاش تزوجت به قال لي من الاحسن انك ما تخدميش وجلسي في الدار، هو غادي يتحمل مسؤوليتي، شي مسؤوليه ما تحملها. غادي نولد بسلام، وهاد الزوج باقي ما حامل والو وما فرحانش بالزياده نتاع ولده الاول، ما تيعبر على ادنى مشاعر، ديما مخنزر وطالع عليه الدم. باقا كنعقل فتره الولاده فاش كنت نفسة عند ماما، عمرو جا عندي ولا قال لي كيف بقيتي، ولا لاباس عليك، ولا خاصك شي حاجه، ولا الولد راه خاصو شي حاجه، ولا غير يهزو ولا يشوف فيه. بحكم الاعصاب اللي نتاع داك المنظر اللي كنشوف، انا الحليب غادي تقطع ليا، لان هاد الامر غادي ياثر فيا نفسيا. دوك الفلوس ديال الزروره هما باش كنت هزه راسي وولدي ديك الوقيته، وتنقول ماشي مشكل، المهم هي راحت البال بلا ما نجبد صداع، وخليت تدوز دوك اليامات بسلام. سالات الفتره ديالي غادي نرجع لعندو، وهنا غادي يزيد الطين بله، لانه غادي نكتشف بلي انه السيد مدمن على مخدرات الكحول، والمشكل هو انه والديه وخوته كانوا عارفين بهذا الامر، ولكن كانوا ساكتين منذ البدايه وقبل الزواج. كيفاش اكتشفت؟ هو انه السيد ما كانش كيديه النعاس بالليل، خاصو قبل اول حاجه يدير هي انه يطلع للسطاح وياخذ جرعه ديال الحشيش ديالو عزكم الله اللي مولف بها، باش انه يرجع ينعس ولا يخليني حتى نمشي لدارنا في الويكاند. وكيغتنم الفرصه انه كيطفي عليا التليفون اللي تيبقى كاع داك الويكاند خارج التغطيه. حتى لواحد النهار فاش كثرت هاد القضيه تخلعت ومشيت رجعت نهار الحد، ولقيتو داير واحد الكليسه خمريه مع بزاف ديال الموبقات والمواقف مع مرور الايام اللي خلاتني نعرفو على حقيقته. واكثر حاجه هي الريحه اللي كانت كتفضحو. نقدروا نقولوا بلي انه عزكم الله القارو يقدر يتغطى باي حاجه، ولكن الحشيش عز الله قدركم ما عمره ما كيتغطى بشي حاجه. المهم انا فاش كنت كنتشكى لوالديه كانوا تيبقاو عليا اي والله يهديه، وانتم كنتو عارفين هذا الشيء، علاش محنتو معاه هاد بنت الناس اللي ما عندها حتى شي علاقه بهذا الامر؟ ديما كنت تنشكي على خواتاته الله يرحم باكم، دوي معاه التزم ويتخلى على ديك المصيبه، راه هادشي راه ما دايمش، راه داكشي اللي تيخسر في البليه راه دايت فيا انا وولدو، ولكن لا حياه لمن تنادي، عمر شي حد فيهم حرك شي ساكن ابدا. كنت منيت انه يعاونني شي حد من والديه، ولكن هما اصلا تيساندوه، اذا قال لهم شي حاجه تيديروها ليه بدون اي منازع. وتنقول ماشي مشكل غير نزيد نصبر، ولكن اللي غادي يخليني نحبس هذه الكلمه هي فاش انه كنت في دارنا وقلت ليه بلي ان قلت ليه بلي انه غادي نجي، قال لي لا بلا ما تجي بقاي ايام واحده اخرى حتى نعلمك، وديك الساعه اجي وديك الساعه رجعي لدارك. انا في هذه اللحظه غادي يدخلني الشك، علاش يقول لي ديك الهضره؟ هزيت راسي ومشيت لعندو، لقيت الدار حالتها بالقراعي، وبديت كنجمع وكننقي وكنقاد العشاء. صافي دابا منين عرفت الحقيقه ولا كلشي كيتضح ليا وكيبينوا ليا. هو خرج في حاله غادي يعيط ليا وقال لي راني ما جايش، علاش؟ راه عندي عرضه. واحد الشويه دوى ليا من جديد وقال لي خرج ليا شي منطاط راني غادي نجي، وانا فين عرفت وبان ليا بلي انا صوته
ماشي نتاع واحد بكامل الوعي ديالو كنضرب الفانيد والحشيشه اعز الله قدركم مع الخمر وجايب الدراري صحابو يقصروا عندي في الدار، علما باللي انني كنت ساكنه الفوق نتاع الدار والتحت كانت خاويه. انا ما تقبلتش، عيطت على دارنا اللي قلت لهم راه فلان جايني سكران، وعيطت لختو عافاك لما دوي مع اخوك يخرج عليا، عافاك لما دوي مع اخوك يخرج عليا صحابو، راه ماشي هما هادوك راه يقدروا يشربوا ويغيبوا ويطلعوا عندي للدار يتكرفس عليا شي واحد فيهم. كتقول لي لا خويا ما يديرهاش ما يديرهاش. وصلوا دارنا وبداو كيغوتوا عليه وهو خرج منه ريحه خانزه وسكران وما كاينش في الوعي ديالو. من تما نط العداوه ديال بصح ما بين دارنا ودارهم. قالوا لي دارنا علاش دخل داكشي للدار والدري والمراه، علاش هما اصلا ما يديوكش لدارهم؟ يعني انت ما درتش قيمه لدارك واهلها، كتفضل غير النزوات ديالك. ومن تما بداو المشاكل رسميا. غادي نوض صداع هو عزلنا بيني وبينه، هو بقى لتحت وانا بقيت الفوق. هو غير غادي تيشرب وكيغيب وانا كنتامل في حياتي الزوجيه اللي كنت نتمناها كيفاش تكون، ودابا هاكي ولات، علما انني دايره كل ما في جهدي وكنت ما نطلب حتى شي حاجه من غير انه الله ياخذ فيه الحق، حيتاش اذاني ودمر لي حياتي. كنت كنعيط على دارهم راه ولدكم مجوعني ما تيصرف ما تيجيب والو، والدري راه باغي يرضع وانا راه بعيده على دارنا لحن الله رحيم. اما واحد اختو اللي كانت مزوجه بقوت ما كنت كنعيط ليها، دارت فيها واحد النهار قالت لي شوفي الله يرحم لك الوالدين ما تبقيش تصدعيني، مشاكلك راه طلعوا ليا فراسي بينك وبينو. ياك اختي بيني وبينو. ايوا سمعي حتى هاد الكلام عبره في ودنيك، انت راك دابا مزوجه وراك ما عارفاش شنو مخبيه لك الايام من هنا لقدام. هو هز حوايجو ومشى غضب في دارهم لمده 8 شهور خبر عليا، خلى الدري مازال كيكوميشه، فجا لقاها كيتعلم انا ويتمشى. عمرو سول ولا هز التليفون ولا يسقسيني عليه، تقول جايبه من الخلا. كان كيصيفط ليا 1500 درهم في الشهر فيها الكوش والحليب والمستلزمات ديال الدار واي حاجه. هاد المبلغ اللي ما كانش كيكمل ليا حتى 20 يوم، حيت الدري كان تيشرب حليب نتاع الفارماسي، ورغم ذلك كنت كنتقاتل معاها حتى كنجيبها مع الاخر ديال الشهر. كنسمح في بزاف ديال الحوايج، اولهم راسي اللي وليت ضعيفه لواحد الدرجه كبيره، وتنقول ماشي مشكل اللهم نشيط وناكل اللي قسم الله ولا ما يبقاش ليا كاع باش نكمل الشهر. من بعد فاش عيا رجع وقال ليا بغى يبدا صفحه جديده ما فيها باس، ولكن هاد المره هو اللي جات يشرط عليا الشروط ديالو، اللي منهم باللي انه دارنا ما يعتبوش باب دارو ولا حتى يشوفهم، حيت قال لي كسيدي هما سبب المشاكل وخواتاتو هما اللي تيحرشوني. هادشي اللي قال لي راسو، هو اصلا شخصيه غريبه ونرجسيه، يبغي يشوف فيك غير اي غلط ويمرضك به ويلعب لك على المشاعر ديالك حتى يندمك. المهم رجع وطلبت منه باللي انه لا والو خاصك دير الختانه ديال الدري، وختنا ليه. جا العيد الكبير مشى عيد مع دارهم، ما فهمتش انا شنو هو هذا المنطق وشنو هو الدين. دارهم اللي ما هزوش اصلا حتى التليفون باش انهم يسولوا فيا ويقولوا اجي عندنا تعيدي معانا، ما هو خلاص كلشي معيد داك النهار. انا جالسه بوحدي في الدار لحنين الرحيم، ماما كتعيط ليا كتقول لي اجي عيدي معانا، انا تنقول لها لا ماما غادي نبقى هنا في داري اللي بغاني يجي عندي، لكن ربي ما خلانيش. داك النهار مازال كانوا عندي شي صديقات اللي كانوا ساكنين حدايا، جابوا لي شي شويه من حقهم وذوقوني، ولكن هذا الشيء كامل وما كانش يهمني. اللي كانت يهمني بالنسبه ليا هي اللمه ديال العائله واننا نعيشوا بسلام. ديما ندعي الله انه ياخذ فيهم كاملين الحق كيف ما شردوني بحال هكا، والسبب الرئيسي هما الكذوب نتاع ولدهم اللي ما خلى ما خرج فيا، وباللي راني نهضر فيهم واخترع قصص باش انه يبان هو بريء وهو ضحيه وماشي انا. لكن ربي اللي عان، اذا خرج شي كلمه العيف دوك الناس بغيت ربي ياخذ فيا الحق، ورغم ذلك شدوا معايا العكس وتيقوا ولدهم وماشي انا. طبيعي هذاك ولدهم، اما انا راه ما تنجيهم حتى شي حاجه. غندوي ليه واحد النهار باش انه يجي يصير، جا بلا عجز تناقشنا هزيتيه وضربني، خرجت حلاقمي الا العصا ما نقبلهاش منك فلان. سمع نقول لك تقبلت منك كاع الاهانات، ولكن باش انك تحط عليا يديك مستحيل نتقبلها. انا صافي عييت ومليت وخرج عليا شلاه دور في المحل ديالو، والخدامه كانوا تيجيو تيقولوا لي ها شنو كيقول عليك، انا غير تندعي فيه حتى غادي نوض وغادي نطلب الطلاق. واخا لالا ملي طلبتي الطلاق غادي نحقق لك الامنيه ديالك. وربي كان عالم بيا بلي انني في ديك اللحظه كنت في غضب وثوران ونطقت بها ومشى دفع الطلاق بلا عجز.
غادي تحكم المحكمه بمبلغ مالي معين وعطوه ليه والديه باش انه يعطي ليا. كانوا بغاو حتى هما غير يتفكوا مني. والديه اللي خرجوا فيا شله دور بلي انني مخروضه وبنت الحرام الى ما اخره، ولكن كانت دعوتي هي ربي ياخذ فيه الحق لانهم ظلموني كاملين وما بحثوش على الحقيقه وما واجهونيش، سمعوا من ولدهم وماشي من عندي. تنقول ماشي مشكل، ربي كبير وغادي بيه البرهان. وهذا الشيء ترى الاب ديالو راه حاج زوج ديال المرات والعمره زوج ديال المرات، امه كتخاف الله، ولكن اللي تيخاف الله ما كيديرش لبنات الناس بحال هكا. المهم قبل ما تخرج ورقه الطلاق غادي نعيط عليهم ونقول لهم عطوني الصالير، عطوني السر لولدي، راه ما بقى عندي والو. غايقولوا لي اللي حكمت المحكمه هو اللي غادي تاخديه، ودابا ما عندك الحق في حتى شي ريال. لقيت السند ديالي هو دارنا وخوتي، وانا ذاك ولدي اللي كان باقي مازال صغير، المستلزمات ديالو وحتى من المستلزمات ديالي تكلفوا بهم هما مساكن، حيتاش انا فاش خرجت طويله بلا والو من ديك الدار، سمحت في حوايجي وفي كل شيء حتى خرج لي طلاقي. عاد مشيت جبت المسائل ديالي، ما كملتش عام وانا تنقول فيهم غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل وقت، في كل صلاه، في كل مناسبه، وفي كل لحظه من حياتي. كنت نقول يا ربي واحد في ديك العائله اللي ظلمني بغيت دوك الفلوس ديال النفقه اللي ما كتصفتش ليا يخسرها غير على صحته. تخيلوا معايا، حتى غادي عيط لي واحد السيد قريب ليهم وقال لي يا مونيا راه الحاج طاح ليهم في الزنقه وراه مريض وحالته حاله، راه السبيطار كيجريو به. قلت لي الله يشافيه، ولكن انا عمرني ما غادي نسمح ليه لانه ما قلبش على الحقيقه وما قلبش على البراءه ديال الدري اللي هو بريء وما عنده حتى شي ذنب. دازت الايام ووصلتني الخبر بلي انه تصاب ورم في الدماغ، يعني في ظرف ديك عام ونص ديال رحله الطلاق اللي عمرو سول فيا ولا نبه ولدو على حفيدو غادي يخسر ملايين واضعاف على صحته. انا عارفه بلي انه ما خصنيش نقول هذا الشيء وما كنتش فاش، ولكن ربي يمهل ولا يهمل، حيت في الاخير غادي توفى. وعاود عيط لي داك السيد باش يقول لي يابا طليقك توفى، الله يغفر ليه ويسمح ليه. ايه الله يغفر ليه، الله يسمح ليه، ولكن بينه وبين سيدي ربي واخا تكون خطوه ليه للجنه، والله لا سمحت ليه فيها الى يوم الدين. طليقي مور وفات نتاع با داك السيد بالطوموبيل اللي دقدقات وتقلبات به وخرج منها باعجوبه. طليقي لسنوات ليومنا هذا عمره ما سول على ولده ولا حتى على عائلته. من بعد الحادثه بثلاث شهور اختو اللي كنت كنشكي عليها امي وكنقول لها الله يرحم لك الوالدين دوي مع اخوك لعبي هذاك الراجل اللي كانت مزوجه به وكان داخل على الطمع غادي يقلب عليها، وقال لي ما تنعرفكش طلقات منه ورجعت قصات حدا مينتها. طليقي من بعد مده غادي يتزوج، وحتى ديك النفقه اللي خرجت ليه للمحكمه غادي يقطعها عليا. رفع الدعوه باش انني نتابعه في المحكمه بقضيه اهمال الاسره. انا عارفه بلي انه حقي عند ربي كاين، ولكن بغيت نشوف حقي في الدنيا قبل الاخره، لانه واخا بنا اسره جديده وعايش مع مرته ومع ولده، لكن دعوات سيدي ما كيوصلوه انا متاكده عمره غادي يكون هاني في حياته، وديما غادي يجيه تاني بالضمير. ضيع ولدي سنوات هذه، اذا تلقى به مازال في الزنقه ما يقدرش كاع يعرفه. مش غادي نقول لكم هذه عبره لكل واحد كيلعب بمشاعر الناس، واذا ما كانش قد المسؤوليه عافاك الوالدين، ما تبقوش انكم تزوجوا ولادكم باش انهم يديروا العقل، راه ماشي منطق هذا. اي ام عندها شي ولد ما كيكسبش حس المسؤوليه عمر تقولي غادي نزوجو باش انه يدير عقله، حيتاش هذاك غادي يكون اكبر خطا، حيتاش راكي كتخرجي غير على بنات الناس وكتخليهم انهم يضيعوا. واخا انا اليوم الحمد لله عايشه باللي عطاني سيدي ربي، وولدي راه قدامي هو تيكبر وتيقرا، وانا كنخدم واحد الخدمه اللي على قد الحال كنترزق بها مولانا واخا غير بالقليل، ربي راه منزل فيها البركه. المهم ما كنخرجش نطلب ولا فكرت في الطريق العوجه. زيدكم على هذه العبره بلي انه ربي اذا دار لكم شي عرقله قبل ديال الزواج عرفوا بلي انها انذار، انذار كبير. انا الخطا دي كانت بعت قلبي ونسيت عقلي وما قدرتش نحلل شنو وقع ليا باش نقدر ناخذ قرار واش يصلح ليا الزواج ولا لا. وحتى مثلا اذا زربتي وتزوجتي عمركم تزربوا، اعطيو واحد المهله لراسكم ما تولدوش حتى تشوفوا واش هذا الشخص اللي نتوما معاه قادر يتحمل ديك المسؤوليه ولا لا، باش ما تديوش الدم في داك الوليد. هذه هي قصتي اللي بغيتها تكون عبره لكل من سمعها. وهذه هي كانت حكايه او عبره مونيا يا ساده الكرام في حلقه الليله. اللي غادي نقول لك مونيا هو انك مشيتي بربي ومع ربي في جميع خطوات في حياتك، ما تندميش، غيكون العوض جميل ان شاء الله. كل ساق سيسقى مما ساق، اي واحد دار شي حاجه ربي ما كيخرجو من هاد الدنيا حتى يفرجك في النتيجه نتاع الظلم اللي ظلمك. فدمتم في رعايه الله وحفظه. خلو تعليق جميل لمونيا ونقول لكم في حلقه مقبله ان شاء الله. سلام سلام.